السلام عليكم. ومع خلاصة الجزء السابع عشر ويحتوي على سورتين، سورة الأنبياء وسورة الحج. بدأت سورة الأنبياء بذكر قرب قيام الساعة، اقترب للناس حسابهم، وفي خاتمتها جاء ذكر أحد علامات الساعة الكبرى، ظهور يأجوج ومأجوج. اختلاف المشركين في موقفهم من النبي عليه الصلاة والسلام، حيث يدعون مرة أن ما يقوله هو أضغاث أحلام، ومرة يقولون هو كذب افتراه، ومرة يقولون هو شاعر، يدل على اضطرابهم وعلى افترائهم وعلى تخبطهم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، حديث عن تقرير التوحيد وأن دعوة الرسل كلهم واحدة وهي التوحيد. في الآيات نقاش عقلي وعرض للأدلة الحسية المشاهدة التي تشهد بوحدانية الله تعالى. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، إبطال عقيدة الشرك بدليل التمانع. لو كان في السماوات والأرض آلهة متعددة لفسدتا بتنازع المعبودات في الملك. ولقد استهزئ برسل من قبلك، بيان كفر من يستهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام بالقول أو الفعل أو الإشارة. الموازين التي توضع يوم القيامة لوزن الأعمال موازين دقيقة، قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه وكيف حطم الأصنام بحكمة واستخدم الحيلة إظهار الحق، وكيف أنجاه الله تعالى من النار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ثم ذكر الله تعالى جملة من الأنبياء وبعض مواقفهم وكيف أنجى الله تعالى أولياءه وأهلك أعداءه. في هذه الصفحة ما شاء الله نماذج رائعة من قوة صلة الأنبياء بربهم. هذا أيوب ينادي ربه، وهذا ذنون ينادي ربه في الظلمات، وهذا زكريا ينادي ربه، وكيف استجاب الله دعاءهم وأنقذهم في الشدة. بدأت سورة الأنبياء ببيان قرب قيام الساعة، وختمت كذلك بالتأكيد على هذا الأمر، واقترب الوعد الحق. وكان ختام سورة الأنبياء بذكر مصير المشركين وآلهتهم، ثم دعت إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وبعد سورة الأنبياء تأتي سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. بدأت سورة الحج بتخويف الناس من هول زلزلة الساعة. وبعد ذلك جدال المشركين في إنكار البعث والاستدلال ببداية خلق الإنسان وأطوال خلقه في بطن أمه من نطفة إلى علقة إلى مضغة وغير ذلك. وهذه الآية من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، هكذا حال الكفار، يجادلون في توحيد الله بغير علم يوصلهم الحق، ولا اتباع هاد يدلهم على الحق، ولا كتاب مضيء يهديهم إلى الحق. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، إلى آخر الآية. الله ناصر دينه ونبيه ولو كره الكافرون. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، كل المخلوقات تخضع لله قدرا. وكثير من الناس، أما المؤمنون فيخضعون لله طاعة. وأذن في الناس بالحج، تفصيل لكيفية فرض الحج وذكر بعض أركانه ومستحباته، مع عناية بأعمال القلب. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هنا ذكر إخراج المهاجرين من ديارهم، وفي الآية بعدها حديث عن شروط التمكين في الأرض. قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى، أقوام كذبوا أنبياءهم، فأمليت للكافرين، أمهلهم الله، لكنه بعد ذلك أخذهم أخذ عزيز مقتدر. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار. في هذه الآيات ذكر الدلائل على قدرة الله تعالى، وذكر البعث، ثم محاجة المشركين فيما يعتقدون. يا أيها الناس ضرب مثل، أهمية ضرب الأمثال لتوضيح المعاني، وعجز هذه المعبودات التي يعبدها المشركون من دون الله أن تخلق الذبابة
فكيف بما هو أعلى وأكبر من الذباب؟ وجاهدوا في الله حق جهاده. ختمت سورة الحج بالدعوة إلى الجهاد وإقامة الفرائض والاعتصام بالله تعالى.